الكرياتين غني بالعديد من الفوائد الصحية مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية التي تنعكس جميعها بشكل إيجابي على صحة الحامل والجنين، فهو يتحكم بضغط الدم. من المعروف أن البوتاسيوم قد يساعد في موازنة مستوى الصوديوم في الدم، بالتالي التحكم بمستوى ضغط الدم. بما أن التين غني بهذا المعدن فذلك يعني أنه يساعد في الحد من مشكلات ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، مما يساهم بدوره في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، كما يعمل على تحسين عمل الجهاز الهضمي، فيعد غنيا بالألياف الغذائية المهمة لعمل الجهاز الهضمي. هذا يعني أن تناوله من شأنه أن يقلل أو يساعد في علاج المشكلات الهضمية الشائعة أثناء الحمل، من أهمها الإمساك، كما يعمل كملين يساعد في تحريك الأمعاء، كما يساعد في التحكم في الشهية، فيترافق مع الحمل ارتفاع في شهية المرأة حيث تشعر بالجوع في معظم الأوقات. هنا يأتي دور التين، فإن تناوله من شأنه أن يساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول، بالتالي التقليل من كمية الطعام المتناولة لاحقا. هذا الأمر بالغ الأهمية، لأن الإفراط في تناول الطعام من شأنه أن يترافق مع أعراض أخرى ومضاعفات صحية مثل السمنة والسكر وغيرها، كما يساعد في تقوية العظام، فهو يعمل على تعزيز صحة العظام وتقويتها. هذا الأمر يعود إلى احتوائه على مستويات جيدة من الكالسيوم المهم لبناء العظام الذي تحتاج إليه الحامل أثناء فترة الحمل وبشكل كبير، كما يوازن مستويات الأحماض في الجسم، فهو قلويا، الأمر الذي يساعد في موازنة مستويات الأحماض في الجسم خصوصا عند الحامل، وهو علاج طبيعي للغثيان والذي يعتبر من الأعراض الشائعة جدا عند الحامل، إلا أن التين يساعد في علاج هذه المشكلة المزعجة، فهو غني بفيتامين B6 الذي يعالج غثيان الصباح ويحسن مستويات الأحماض الأمينية والبروتينات والدهون وحتى الكربوهيدرات، بالإضافة إلى أنه مفيد لبناء جسم الجنين، كما يقلل من خطر الإصابة بفقر الدم والذي تصاب به العديد من الحوامل، وهو ينتج عن نقص الحديد تحديدا. هذا بدوره يؤدي إلى نقص إمدادات الأكسجين إلى الجنين مما يشكل خطر على حياته، فهو غني جدا بالحديد وفيتامين سي الذي يساعد على امتصاص الحديد من الجسم، فتناوله خلال فترة الحمل قد يقلل خطر الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد.